ده قطعها بضربة سنجة قطع لها جراحة لها. قالت لي بتعمل ايه يا متخلف؟ انت راجع عبيط مش قادرة تستحمى عندي. لا لا استوب تقتلها ليه؟ اهلا بيكم، تعالوا اعزائي المشاهدين نشوف النهاردة جريمة بشعة جدا حصلت في الهرم. يا جماعة احنا قلنا كم مرة الزواج علاقة لازم يكون فيها مودة ورحمة وحب. لو الزواج ما فيهوش مودة وحب ورحمة يبقى بلاش منه، بالعكس الراجل يعيش لوحده والست تعيش لوحدها والله هما الاثنين كسبانين. لكن هيتجوزوا بعض وهما مش بيحبوا بعض او كارهين بعض او متخانقين مع بعض مبقاش عيشة، ده يبقى عذاب. ايه اللي حصل بين فريال وبين صفوت؟ صفوت عنده 40 سنة وفريال عندها 39 سنة ربة منزل. اتجوزوا جواز تقليدي عادي جدا زي اي اتنين بيتجوزوا. سيبك من قصص الحب والهري، احنا قلنا دايما مفيش اتنين بيحبوا بعض وبيتجوزوا، نادرة خالص دي الا اللي عنده امكانيات، وانا قررتها وبكررها، الحب سلع غالية جدا لا يقدر عليها الا الاثرياء، لان هم اللي بيقدروا يحولوا الحب من كلام على ورق او من قصص مراهقة في الجامعة او برا الجامعة الى قصة زواج حقيقي، لانه عندهم الامكانيات ويقدر الشاب يفتح بيت ويقدر يفتح شقة ويفضل يجيب، فالموضوع سهل بالنسبه. فالجواز التقليدي واحد يا ابويا عايز اتجوز، يا امي عايز اتجوز، يا ابني احنا نعرف واحده بنت فلان تعال نشوفها، يلا الف مبروك هوب اتجوزوا. ده اللي حصل بين فريال وصفت وانجبوا بنت اسمها سحر لسه عندها 16 سنه. الاب بيتغيب كتير عن البيت، والام زي ما بتقول كده ما عندهاش غير طفله واحده بس، وبتخرج التانية وتروح لزمايلها وتروح لاصحابها، بتمشي هنا بتمشي هنا، الزوج بيرتاب في سلوك زوجته. هنا بقى نقف، هنا نقف ليه؟ دي نصيحه وده هدفي من البرنامج، هو تقديم النصيحه مش اكتر ولا اقل، مش هو مش غرضي ان انا اقعد اتكلم واقطعها وشرحها، لا 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 لا، انا غرضي اقدم النصيحه، نستفيد، نطلع بمعلومه، نطلع بهدف، كل زوجه او كل زوجه لما يشوفوا الحلقه يفهموا الدرس ويعوه جيدا ويستفيدوا منه. هنا صفت القانون قال لك ايه؟ لو الزوج دخل على زوجته ولقاها معاها شاب او راجل على فراش الزوجيه وقتلهم هما الاثنين، ده اسمه ظرف مخفف. طيب خلي ان الزوج دخل ما لقاش غير الزوجه معهاش حد، شك، ده لابسه قميص نوم، لا ده نايم مش عارف ايه، لا ده بتاخد حمام، لا ده السرير متبهدل، لا مش عارف، لا ده في عجب سجاد، هنا بقى نقف. هل يجوز للزوج انه يقتل زوجته على اساس ان هو بيشك؟ كلمه الشك، كلمه الشك دي ما تخليش للزوج، يعني ايه بيشك؟ ما انت متاكد بنسبه 100% يا مش متاكد، لكن انت عشان تقتل زوجتك لمجرد الشاء لا ستوب تقتلها ليه؟ انت ليك عليها ايه اصلا؟ اللي بينك وبينها ايه؟ ورقه زواج، اسيمه مكتوب فيها ان صفوت متجوز فريال يوم كذا كذا. كل اللي تعمله تمسك الورقه وتيجي مقطعها وتروح عند المازود تعمل وثيقه طلاق. لو انت مش شك في زوجتك اول عن اخر كده، لكن هل معنى كده الزوج اللي شك وقتل مراته هنا يبقى ظرف مخفف ولا مخفف؟ بالعكس، ده اسمه قتل مع سبق الاصرار والترصد، تاخد فيه اقصى عقوبه قد تصل الى الاعدام. طيب انا الواحد يقول لي يعني ايه؟ ابقى ديوس في البيت؟ ابقاش راجل؟ يا سيدي خليك راجل، انت مش شك في مراتك خلاص، خلي عينك عليها، راقبها، شوف خطواتها، تتبع سيرها، لقيت ظنونك صح طلقها. طلقها، اصل العلاقه اصل هتعيش مع مراتك وانت شاكك فيها مش هتبقى عيشه، هتبقى خانقه، هيبقى دمار، لا هتنام ولا هتاكل ولا هتشرب، وهي في نفس الوقت هتبقى قاعده مرتبكه مش عارفه انت بتفكر ليها في ايه. فبالتالي اللي حصل ايه بقى؟ صفت شك في ريال، شافها طالعه جايه كل ما يسالها عند اصحابه مش ماسك عليها حاجه. اخر ما غلب منها لقاها مره جايه من بره، راحت حطت الشنطه في الاوضه، رايحه فين؟ داخله الحمام، تعمل ايه؟ داخله استحمى. هنا بقى هل معنى ان هي دخلت تستحمى ان هي كانت على علاقه باحد الرجال وجايه بعد ما نمت لبت معاها ان ده الجسد جايه تستحمى في البيت؟ طب يا اخي يا استاذ صفوت، يا صفوت بيه، هي لو هي لبت ان ده معايا راجل ما كانت قادره تستحمى عنده. يعني هي واحده جايه من بره مضطربه عرقانه دخلت تستحمى، ده ما فيهاش حاجه. الراجل اتعفرت، بتستحمى ليه؟ انت كنت فين؟ جايه منين؟ مين اللي كان معاكي؟ اكيد استحميتي بقى حصل حاجه، انت راجل عبيط. مفيش واحد
يشك في مراته لان جه لقاها بتستحمى او جت من بره ودخلت تستحمى. ده لو كل راجل هيموت مراته انها جت من بره تستحمى ما فيش ست هتعيش، هو فيش راجل هيبقى على البسيطه، كله هيبقى في السجون. كل زوجه بالذات لما تكون زوجه نظيفه، شيء طبيعي لما بتخرج بترجع تاخد حمام ايا كان السبب، عرقانه مضطربه عايزه تغير، عايزه تبقى فريش، حاسه ان هي تعبانه وعايزه تقعد حمام سخن، عايزه تاخد شاور يدفيها، عايزه حاجات كتيره جدا. في ستات كتيره جدا كده. لكن ايه اللي حصل بقى؟ اول ما دخلت تستحمى وهو طبعا تطاول معاها في الكلام، قالت له اللي عايز تعمله واعمله. ايوه يا سيدي انا كنت مع رجاله بره، انت هتخنقني؟ هو انا كل ما اطلع بره تقول انت كنت مع مين؟ ده ما بقتش عيشه دي، ده هي العيشه اللي تاثر العمر دي. دخل هو المطبخ كان مجهز، عارفين السنجل هي عامل زي السيف دي. شوف انا افهم من ليه الواحد يطعنه او يجيب طبنجه او فرد خرطوش ويخبط طلقه في صدره. السنجه او السيف حتى في ظهور الاسلام او حتى في حروب الجاهليه بتاع زمان، السيف خبطه وخبطه ونغزه، ما هو بيعمل ايه؟ دب دب ويجي، الا اذا كان التمثيل بالجثه. التمثيل بالجثه زي ايه؟ زي ما عمل العبد الحبشي في سيدنا حمزه، ان هو رماه بالربح وجت بعد كده صفيه فتحت بطنه واكلت كبده. هو ده اسمه التمثيل بالجثه. اللي عمله بقى ايه صفوت؟ طلع من الحمام لابسه البرنس مطلع السنج، قالت له بتعمل ايه يا متخلف؟ قال لها انا متخلف عشان صبر عليك. تخيلوا بقى، انا مش بتكلم على نغاسها ببطنه، ده في الاول بضربه سنج قطع لها دراعها اليمين. تخيلوا واحده واقفه طالعه من الحمام فجاه تلقى دراعها جنبيها، عقبال ما تقول له دراعه وبتميل كان خبطها في دراعها الثاني قطعه لها. تخيلوا واحده بدراعتها الاثنين، بعد كده خبطها ببطنها 12 خبطه، بعد كده على راسها بالسيف او بالسنجه هيشمها لها، بعد كده ابتدى يقطع في جسمها بالحته. طب انت 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 لما عملت فيها كده، اسمعني بس، لما عملت فيها كده انت كنت بتموتها كم مره؟ يا اخي ماذا يفيد الشاه سلخها بعد ذبحها؟ يعني انت بعد ما خبطتها وموتتها ايه الحكمه ان انت تقطع جسمها؟ اللي خلاك عملت كده على شك، فيا بالك بقى لو كنت ظبطتها مثلا مع راجل او مع شاب كنت هتعمل فيها ايه؟ لما انت كده قطعتها قطع. يعني الشرطه لما دخل شرطه الهرم، لما دخل التعاين الجريمه لقت ان الجثه عباره عن قطع لحم، يعني ما لقيتش مثلا ايه الراس في حته والجسم والجته في حته، لا ده لقت لحوم مقطعه. يعني تخيلوا واحد بيقطع لحمه زي الجزار لما بيحط الذبيحه ويشفيها، ده قطعها قطع قطع زي ما يكون هيوزعها كيال كيال. بنته سحر بتقول انا حاولت امنع ابوي وحاولت احمي امي، لكن خفت لان هو لو كنت قربت من امي او حضنتها او ابتديت اضمها لصدري كان ممكن يموتني انا ويقطعني زي ما كان بيقطع في امي، فاضطريت ان انا اقف ازعق وهو قاعد يقطع في امي، شفت امي وهي بيقطعها ويشفيها. يعني تخيلوا البنت دي هتفضل تعاني طول عمرها من الجريمه النكراء اللي ابوها عملها في امها، لانه قطعها اكتر من 35 قطع. تخيلوا بنت تشوف امها متقطعه 35 قطع، كله ده ليه؟ عشان بيشك في سلوكها. يا اخي انت بينك وبينها ورقه، طلعها يا اخي. العمليه كلها هتقول لها ايه؟ يا فريال انت طالع، خلص اللي بينك وبينها. ايه جت على شويه فلوس؟ نفقه وقايمه ومؤخر ومقدم؟ يا اخي الفلوس دي كلها امرها بسيط، ان شاء الله تاخد قروض، ان شاء الله حتى تشتغل في الفاعل. لكن انك تقطع مراتك 35 قطعة وبعد كده تروح تسلم نفسك عشان تقول له ما انا كنت بشك فيها، طب عمرت ايه؟ ايه دليلك على كده؟ ايه الدليل على انك شك فيها؟ هتقول للقاضي يا فندم ده جت من بره دخلت الحمام استحمت؟ ده انت عايز واحد يفليك، انت مجنون. طبعا كل مبررات الزوج غير منطقية وغير مقنعة. البنت شهدت على والدها، الاب فعلا مثل الجريمة بالكامل وارشد عن السنج او السيف اللي هو استخدمها. التحريات اثبتت على فكرة ان الزوجة كانت كويسة، ما فيش اي شيء يلوك سمعتها، وان الزوج كان هو من النوع اللي بيعاني من شكه او حبه الزايد لزوجته هو اللي دفعه ان هو بيشك في اخلاقه وفي سلوكها نظرا لغياب الزوجة المتكرر عن عيش الزوجين. هنا الدرس المستفاد، اول درس مهم جدا، اي راجل بيشك في زوجته لازم يخلي عينه عليها يراقبها حتى يحول الشك الى يقين. يعني ايه؟ لا يقين ان هي كويسة يا يقين ان هي مش كويسة. بعد كده اتأكد ان هي كويسة يبدأ صفحة جديدة معاها
وكفى الله المؤمنين شر القتال. لها مش كويسة يطلقها. لكن امتى نقول القتل وغصب عنه؟ لو دخل لقاها معها واحد. هنا بقى نقدر نقول ايه؟ رجولته، عرضه، شرفه، قلبه، معدته، الكلام ده يبقى له مبرر، لانه ظبطها في حال التلبس. لكن شك، لمجرد الشك اقولك لا انت غلطان، ضيعت نفسك وضيعت مراتك وضيعت بنتك علشان شوية شكوك في راسك. ما ينفعش كل واحد يطلع مراته يقتل مراته عشان شكوك. ده الدرس الاول. الدرس التاني، كل زوجة عارفة ان زوجها بيشك فيها لازم اولا تديله الثقة، تحاول لو بتخرج كتير تقلل من الخروج، دايما تخليها معاه، يعني دايما على طول انا خارجة تعالى معايا، انا رايحه مشوار تعالى معايا، او تاخد بنتها معاها. دايما تحسس الزوج ان هي ملتزمه وانها كويسه وان شكوكه مش في محلها. هو ده المفروض، غير كده ما ينفعش. ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.